يعني انا اعتقد انه المشكله انه المبالغه او تصور انه الجيش هيتحرك كحزب او كداعم لفصيل سياسي في مواجهه فصيل اخر. انا رايي انه ده امر لا يجب انه يبقى وارد، وهو من وجهه نظري غير وارد، لانه ده يعني لو في نظره اعمق شويه ده التحول اللي حصل في الجيش المصري ربما بعد هزيمة 67، أنه أعيد بناؤه بشكل كامل على أسس يعني احترافية ومهنية كاملة، وبقي الحال على إلى حتى هذه اللحظة. وبالتالي اللي احنا مهم ان احنا نبقى حاطين ايدنا برضو عليه، انه الجيش ما كانش هيطلع هذا البيان لو ما كانش فيه ملايين في الشارع خرجت امبارح كحشد غير مسبوق لم تجد استجابة، لو ما كانش الجيش مش هيطلع بيان لو ما كانتش مصر فعلا شافت بالأمس مواجهات وعنف، يمكن حتى بعد ما احنا خلصنا الحلقة يعني استمر حصلت حوادث عنف حتى الصباح، انه ما بقاش في حالة من حالات الاستقطاب الخطر اللي بينبئ بمواجهات أهلية حقيقية وعميقة، انه البلد العجلة الاقتصادية متوقفة، انه السياحة منهارة، انه في أزمة سياسية كبيرة. يعني ده لازم نبقى عارفين انه هنا ده هو المشهد الرئيسي، انه احنا مش انه الجيش انقلب او حتى المجلس راح جاي مزور الانتخابات عشان الاخوان المسلمين جايين للسلطه، او انه جه فصيل فهو مش عاجبه هذا الفصيل فبينقلب عليه لاسباب عقائديه او سياسيه، ده مش موجود ومش مطروح في الحقيقه، وده هاجس عند التيارات الاسلاميه، ده ممكن يبقى له مرارات وخلفيات قديمه في التاريخ، لكن الحقيقه الواقع ما بيثبتوش، بالعكس ده التيارات المدنيه اتهمت الجيش المصري ان هو او اتهمت المجلس العسكري عشان نبقى ان هو سلم السلطه للاخوان وانه وبالتالي لا توجد شبهه في انحياز لا للتيارات المدنيه ولا للتيارات تيار الاخوان المسلمين، في خطر يا دكتور حلمي حقيقي بيهدد مصر، ولا يوجد مؤسسه اخرى وهذا متماسك وتنال احترام الجميع الا الجيش المصري اللي هي يمكن ان تنال يعني تضغط من اجل ايجاد مخرج لهذه الازمه حتى لا تتحول الى كارثه حقيقيه ندفع ثمنها كلنا. دكتور عمرو، يبدو ان دراسه حضرتك واحترام النظم الدستوريه يعني جعلك متفائلا بهذا الشكل ان الجيش لن يعني ينقلب، وده شيء جيد وانا اتمنى ذلك. واظن التوضيح الذي صدر عن القوات المسلحه ان صح التوضيح حينما يعني استعملت ان ده انقلاب ناعم او انقلاب على السلطه، وضح انه لا ليس انقلابا، وربما اشار الى المشروعيه في توضيحه، ده شيء جيد. لكن هنا يلفت النظر حاجه اللي بيخلي حضرتك قلت هاجس عند الاسلاميين، هو مش هاجس، لا ده واقع لسبب، ان من نادى على الجيش طوال 7 8 شهور هم الاخوان الليبراليه. هي اللي قالت له في المرحله تعالى. الانتقاليه كانت متهمه التيارات الاسلاميه بالتحالف مع المجلس كويس. العسكري، لكن ومن نادى يسقط حكم العسكري هي التيارات الليبراليه، بعض او بعض التيارات الليبراليه. ثم دعته مش عشان يرسم خريطه الطريق، ده بالعكس ده دعته لكي يقود البلاد بكلام واضح جدا. بعض برضه يا دكتور حلمي، بعض انا مع حضرتك، ولو ما عشان كده كنت اقول لحضرتك بعض اسماء، لكن برضه لانني لا احب ان اجرح اي منافس سياسي او اي شخصيه مش هقول الاسماء، لكن قالوها صراحه. وبعدين احد الخبراء برضو السياسيين العسكري او العسكريين الاستراتيجيين قال كلام صادم امبارح، حينما رسم خريطه الطريق خد 2.5 سنين على ما نطلع من المطب اللي احنا واقعين فيه ده. قال ده احنا نعمل تعديلات على الدستور او دستور جديد، ده هو قال كده، وقالوا نعمل انتخابات نيابيه، وبعدين انتخابات نيابيه نعمل انتخابات رئاسيه، وبعدين مش عارف نعمل حكومه تكنوقراط ويرأسها مش عارف ايه ومجلس رئاسي. المحاور بتاعه قال له مين اللي هيعمل الكلام ده كله؟ مين اللي هيعمل الكلام ده كله؟ قال له لا، ما في ناس قاعده بترتب وناس بتحرك في الشارع. انا بلفت من النظر ان فعلا هناك من يريد الجيش ان يتورط مش علشان يضرب الاسلاميين، لا لا لا، ده في حاجه اخطر من كده. ده يريدون الجيش ان يتورط حتى يضعف الجيش، لان حضرتك تعلم وكلنا نعلم وكل المصريين كلهم يعلموا ان الجيش المصري هو اصبح الجيش الوحيد في المنطقه العربيه المتماسك، والجيش الوحيد القوي، والجيش الوحيد المحترف الذي يستطيع ان يواجه اي اخطار على مصر ومن ثم على الامه العربيه. اذا توريط الجيش المصري في السياسه مش لصالح فريق ضد فريق، ده في ناس هتتورطوا عشان لمصلحه الخارجيه والعدو الصهيوني، ودي لازم تبقى واضحه. وانا اعلم ان الجيش المصري والقياده العسكريه تدرك هذا تماما، ولا يمكن ابدا ابدا ان
يعني تدخل في الخلافات السياسيه بحيث يبقى في ضعف للجيش المصري. انا كل ثقه في ان الجيش المصري يدرك هذا الامر ويظل قويا معافى مهنيا بالدرجه الاولى حتى يحافظ على امن مصر وبالتبعيه على امن الامه العربيه. فين الجيش في العالم العربي غير مصر؟ يعني متفقين في هذه النقطه انه في الاخر هذا اخر جيش في العالم العربي له تصنيف ان شاء الله طبعا ان شاء الله هيقوى حيقوى الاخر دي يعني كانه يعني لا انا اقصد اخر وسط الجيوش التي تفككت والتي انهارت والتي انقسمت. هو يعني اخر هذه الجيوش المتماسكه المهنيه التي له ايضا تصنيف يعني عالمي تصنيفه الرقم 14 على كل جيوش يبقى 10 ان شاء الله يبقى 10 ويتقدم على الجيش الاسرائيلي وعلى باقي الجيوش الاخرى.